كابتن سيد دائما هذا المكان له او كل الناس اللي اشتغلت في هذا المكان لها اسماء كبيره جدا جدا جدا، يعني طبعا في ناس اكتر من كده كمان اشتغلت في هذا المكان، ولكن وجود سيد عبد الحفيظ في هذا المكان بشكل مختلف الحقيقه، لانه طبعا الحياه مختلفه والدنيا مختلفه والجيل مختلف والسوشيال ميديا حاجات كتيره جدا اختلفت عن قبل كده، ولكن هو مدير الكره ده منصب سهل ولا صعب؟ لا يمكن هو بس اللي بيساعدك في النجاح هو السيستم بتاع النادي والنظام النادي او الاساس بتاع النادي، فده رقم واحد. اثنين، الاسماء اللي انت طرحتها او اللي اتقالت دلوقتي، انت بتتكلم في اسماء كبيره جدا جدا في عالم كره القدم، مش في البوزيشن ده بس كمان، يعني طبعا يعني هو اسماء لها تاريخها ولها مكانتها ولها اسلوبها ولها كمان وضعها يعني وقيمتها. بس النادي نفسه له نظام يا اسلام، يعني انت دخلنا في النادي الاهلي فتبص لنفسك، حتى لو انت عندك بعض الخلل في الفكر ولا حاجه او بعض الاشياء اللي ممكن مستغربه ولا حاجه، تلاقي نفسك دخلت النظام على طول. في النظام على طول، اوكي؟ فاكبر حاجه عندنا هو الاسم نفسه، يعني مش هتلاقي حد اكبر من الاسم او حد اكبر من النادي، تمام؟ وانا من يوم مثلا سنه 2010 ولا 2011 تمام، كان ليا كلمه كنت بقولها مع اللعيبه، حتى في لعيبه كبيره جدا كانت موجوده في الوقت الحالي، وما زال في لعيبه طبعا كبيره جدا، يعني ما حدش يخش لي وهو نجم، انا هتعامل معاك ان انت نجم، تمام؟ هدي لك وضعك الادبي والفني والمعنوي والمادي وكل حاجه كل حاجه كل حاجه. لكن لو حد دخل على مدير فني للنادي الاهلي او مدير كره في النادي الاهلي او مسؤول في النادي الاهلي ان هو نجم، تمام، في خلل هنا، في خلل في الحوار، مش ده الطبيعي يعني. لا، النجم هنا الفريق والنجم هنا النادي، لكن انا هتعامل معاك بقيمتك، يعني هتبص لي تعامل محترم، تعامل هايل جدا في كل شيء، لكن لو في حد دخل بالفكر ده يا كابتن اسلام هيبقى في خلل في 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 المسؤوليه، اوكي؟ انت اتعلمت من الناس، مش عايز تقول قريت، لكن تاريخ الاهلي معروف واللي مش عارفه بيخش عليه ويقراه، او حتى دلوقتي رغم ان ممكن حاجات تبقى فيه حاجات سلبيه مثلا ممكن تجي لك على طريق السوشيال ميديا ولا حاجه، لكن ممكن في حاجات كمان لو انت عايز تبقى ايجابيه تشوف مواقف الناس كانت بتتعامل معاها ازاي، القرار بيبقى عامل ازاي ساعتها، وانت كمان ما تاخدش قرار بتاع بكره مثلا تاخده النهارده، ليه؟ لان انت ممكن يبقى فيه قرار ده اتكرر قبل كده، فما يبقاش عند الناس خلل في قرارين، ليه اتعامل من 5 سنين بالشكل ده وليه اتعامل دلوقتي بالشكل ده، فتدي نفسك مساحه ان انت تراجع الامر بشكل كويس قوي عشان يطلع القرار. واحد، اتنين، يعني سرعه اتخاذ القرار مع وقت انت محتاج تفكر فيه ضرر، وفي وقت تاني لازم تاخد فيه قرار، تمام، لان البطء فيه ضرر، هي الحكمه ما بين ده وده. بس طيب ايه رايك في مشهد